حياكم الله من جديد. للتعامل مع الأزمات طرق مختلفة أساليب متنوعة، ولأن التكامل والتعاون مطلوب في الأزمات بين جميع الجهات، يقع على عاتق الإعلام الدور الأبرز في دحض الشائعات ونقل الحقيقة بمهنية دون تزييف أو محاولة تكسب. أزمة كورونا التي نمر بها الآن مثال، كيف تعاملت معها وسائل الإعلام؟ نتحدث هنا عن وسائل الإعلام المحلية، نتحدث عن وسائل الإعلام الإقليمية، نتحدث عن وسائل الإعلام الدولية. كيف تناولت الأمر؟ كيف بدأت بنشر رسائل الوعي؟ العديد من الأسئلة الملحة حقيقة طرحها على ضيفي في الاستوديو الأستاذ ماجد الجريوي، عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام في جامعة الملك سعود. حياك الله معنا. الله يحييك ويبقيك، شكرا للاستضافة. شكرا لك أستاذ ماجد. اليوم احنا نتكلم عن جزء مهم جدا، وهو خطوات التعامل الإعلامي الأمثل مع الأزمات، وكورونا على سبيل المثال. خلينا نبدأ من ديسمبر 2019، من بدأ الفيروس بالصين، بداية الإرهاصات للفيروس، كيف كان تعامل الإعلام المحلي في الصين والإعلام العالمي؟ ممتاز. في البداية خليها بشكل عام، في الأزمات ما في قانون واحد، ما في دليل واحد فقط نتعامل معه مع الأزمة، لأنها تختلف باختلاف نوعيتها، أهميتها، من الجمهور المتضرر. لكن بشكل عام في ثلاث زوايا معينة وحساسة جدا، لما تلمس أثناء الأزمة معناتها هنا لازم نسوي حالة استنفار بصريح العبارة. المجال المالي لما تتأثر المادة الفلوس، والمجال التعليم ومجال الصحة. المواضيع هذه لأنها تشمل أكبر عدد من الناس، يتضررون منها أكبر عدد من الناس. وغالبا الأزمات في هذه المجالات الثلاث تلاقي تعاطف على مستوى دولي حتى، فبالتالي يتم الدعم، يتم التعاطف الدولي من المنظمات العالمية، من الدول بكافة أطيافها. أنا بتكلم عن الخطوات بشكل عام، وبقارنها إن سمحت لي بخطوات وزارة الصحة يعني في نفس الوقت. بشكل عام في إدارة الأزمات في عندنا ثلاث خطوات، ولكن في قاعدة أساسية للثلاث خطوات هذه. في نقطتين، النقطة الأولى لا تهول ولا تهون في الأزمات، لا تهول ولا تهون. النقطة الثانية، وهي صراحة إحنا دائما نستسهل المقولة هذه ولكنها أساسية في إدارة الأزمات، الوقاية خير من العلاج. أنت لما المواد الجهد المبذول والمادة المبذولة في الوقاية، في برامج الوقاية، مهما كلفت راح تظل أوفر بكثير من البرامج العلاجية. بالنسبة للخطوات الثلاثة برجع لها اللي تنطلق من القاعدتين هذه، الخطوة الأولى ما قبل الأزمة اللي تفضلت فيها من أيام ديسمبر، غالبا الخطوة الأولى يتم فيها، أنا دائما أشبهها بالعصار، كأنه في عصار جاي، خلينا تتبع العصار هذا وين بيوصل، أسوي استقراء وتنبؤ عام، هل الإعصار هذا ممكن يوصل لمرحلة أن يضرب جهة معينة أو يعني دولة معينة، فهنا بيشكل لي أزمة. فأنا أتابع أول مرحلة إذن ما قبل الأزمة اللي هي أتنبأ بالأزمة، يصير عندي تشكل معلومات معينة، والأهم من هذا كله أني أبدأ أجاوب على الإشاعات وأرد عليها أول بأول. نقارنها بش سوت وزارة الصحة في الخطوة هذه، على طول كان في مؤتمر صحفي رد أول بأول للحالات اللي بدأت خارج المملكة، تتبعت الحالة في الصين، ثم الحالات المصابة في السعودية، المصابة خارج السعودية، بدأت بإصدار البيانات، الإجابة على الاستفهامات، وبدأت تنشر معلومات وأرقام، مستعدين بالأرقام، بأرقام السرور الجاهزة إلى آخره. المرحلة الثانية أثناء الأزمة، هنا اللي الآن قاعدين نمر فيها احنا في هذه المرحلة، ما أثناء الأزمة أنت لازم تجاوب على الاستفهامات كاملة. والمهم هنا، أنا لما ذكرت أن أكثر القضايا اللي تضر أكثر مجموعة من المجتمع اللي هو المادة والصحة والتعليم، أنت واحد من هالزوايا انضربت الآن في الأزمة كورونا اللي هو الصحة. فبالتالي مو من الطبيعي ومو من المعقول أنك تتكلم بلغة أطباء وتخصصية دقيقة. طيب المواطن غير متعلم أو اللي وعيه بسيط كيف ممكن يتقبل المعلومات هذه؟ فبالتالي لازم تتكلم بلغة بسيطة يفهمها الجميع،
وتبدأ تستخدم كل المنابر المتاحة عندك بشقها التقليدية والرقمية، حتى لو تضطر تستخدم إلى قادة الرأي الجدد في شبكات التواصل الاجتماعي. نذكر في أزمة كورونا الإنفلونزا الخنازير اللي حدثت، وزارة الصحة استخدمت الكابتن سامي الجابر لأنه أصيب واستخدمتها في الحملة. فبالتالي أنت استخدم المؤثرين في اللي ممكن يساعدونك في حملتك. مقارنة بهذه المرحلة أثناء الأزمة، وش سوت وزارة الصحة؟ المؤتمر الصحفي اللي الكل يشيد فيه، استخدام متحدث رسمي متمكن يملك الأدوات والمهارات المطلوبة بلغة، رغم أن خلفيته طبيب هو، لكن بلغة كانت بسيطة وواضحة واضحة للجميع. حتى المصطلحات الإنجليزية يعربها قدر الإمكان مستخدم، وفي رسالة اتصالية غير مباشرة أو غير لفظية، شعارات الجهات خلف المنبر اللي هو كان يتكلم فيه، هذه رسالة اتصالية كل الجهود موحدة لحل هذه الأزمة. البيانات اللي تطلع أول بأول، اللغة البسيطة، وكل هذه لازم تستخدم أثناء الأزمة. ما بعد، إحنا ما بعد وصلنا، إن شاء الله نوصلها قريب، ما بعد الأزمة في شغل كبير على وزارة الصحة، تحليل المضامين الإعلامية، الرسائل اللي هل وصلت فعلا رسائل بشكل مباشر في مشكلة، وتعميم الخطة للأزمات. للأسف الأزمات ما تنتهي، فتعميمها. الملاحظ دائما أنه في أوقات الأزمات هناك دائما ما يكون فيه ثغرات قد لا تنتبه لها الجهات، وقد لا تنتبه لها الحكومات، وقد تكون بعض هذه الثغرات آنية، بمعنى أنها تظهر في ذات الوقت اللي تظهر فيه الرسالة. قد تكون الجهة انتبهت لها، وقد تكون ما انتبهت لها، لكنك تفاجأ أنه هذه الثغرة بدأت تكبر ككرة الجليد، وبدأت تأخذ مكان آخر عن الرسالة الأساسية. هنا السؤال، على من تقع المسؤولية في التصدي لذلك؟ وزارة الصحة اليوم يعني في المؤتمر الصحفي المتحدث الرسمي قاعد يجاوب على الشائعات، يجاوب على شائعات، ويؤكد أن الشائعات موجودة، ويؤكد أن الشائعات يا جماعة مستمرة. وقبل المؤتمر الوزارة نفت عبر حساباتها. نعم صحيح. كيف تقوم الجهات المعنية بإدارة هذه المهمة بعملية متزنة؟ زي ما قلت، لا هو تهوين ولا هو تهويل. نعم، في جهات فعلا أخفقت في موضوع الرد على الشائعات بسبب أنها هي كانت سبب شائعات. يعني الأزمة هذه الحقيقة مثال للأسف أني بقول رائع في للمهتمين بإدارة الأزمات بشكل عام، لأن شفنا حالات وموجود دول هونت الموضوع لحد ما يعني استسهلت الموضوع لحد ما صارت أزمة متفاقمة. لا، والوعي الجمعي كان ضعيف جدا جدا. يعني احنا خلينا ناخذها ونسمي الأشياء بمسمياتها، الآن كل شيء صار عن مكشوف يعني. نعم. فوق الطاولة، إيطاليا، ألمانيا، كثير من الدول خذت الموضوع بسخرية. نعم. وأخذتها عن أنه مرض عابر ممكن يمر بسهولة، بينما المملكة قبل لا تعلن أصلا عن أي إصابة واحدة من بداية يناير جهزت 25 مستشفى، 2200 سرير في دول كثيرة ما كانت جاهزة حتى. نعم، وزارة الصحة كانت والمملكة كانت شفافة وواضحة، حتى بتعاون الجهود، يعني ما هي فقط وزارة الصحة اللي كانت مسؤولة بهذا، كل الوزارات، وزارة الشؤون البلدية والقروية كذلك، وزارة الشؤون الإسلامية. أنت تتكلم يعني موضوع الحرم، يعني ما فيها شيء أغلى من الحرم علينا، ومع ذلك إجراءات احترازية اضطرينا نسويها لعدم تفشي للموضوع. جدي، الأمراض هذه ما فيها مجال للسخرية حتى. نعم. ولا المزح. صح. ولا حتى الأعداء، يعني مجال لا بد التعامل معه بجدية. إيطاليا وبريطانيا حتى وألمانيا تعامل مع الموضوع بتهوين مبالغ فيه. في دول ثانية تعاملت موضوع بهلع وثغر لدرجة السوبر ماركتات بدأت تفضى، وكأنه في فعلا حرب، كأنه في حرب. لا، الموضوع هو فعلا في أزمة، لابد أن ترد على الشائعات أول بأول. أنت كجهة مثل وزارة الصحة أكيد هي اللي في الوجه في هذه الأزمة، فبالتالي هي المفروض أنها ترد في زوايا ثانية اللي هو الإعلام مع المجتمع، هو ثالوث مكمل البعض في أي أزمة. أنا كجهة مسؤولة عن الأزمة المفروض أني أرد أول بأول، لكن قادة الرأي والإعلام، والآن صار عندنا قادة رأي في جدد في الإعلام الرقمي. نعم. لهم دور كبير كذلك، والدور الأهم صراحة على المجتمع. لما الأرصاد ولا الدفاع المدني يحذر مثلا على ونوقف الدراسة،
ما هو لهدف عبثي او اجازه؟ لا باجازه، احنا قاعدين نقول ترى لازم توقف حياتك الاجتماعيه الاعتياديه بالضبط وتتجه الى مرحله اخرى. تتعامل مع الموضوع بجديه، لكن شوفوا من ترى من ايام الدفاع المدني والارصاد يحذرون، ومع ذلك الناس تنزل للسيول وتتحدى بعض في امور ما فيها مزح، ما فيها. ونفس الشيء موضوع كورونا، المفروض ما اشوف تجمعات، انا مريت اكثر من مجمع الحقيقه ما زال مزدحم. المواضيع هذه ما فيها مزح، لابد نتعامل معها بجديه اكبر، لابد فعلا هل هذا التكتيك هو جزء من اداره الازمه؟ بمعنى احنا مرنا باجراءات متصاعده طبعاً. مع اعلان كل حاله يتم اتخاذ حالات. بالامس كانت معنا الدكتوره ساره الفرج مديره مركز كورونا بالرياض، كانت تحذر بشكل كبير يا جماعه تجنبوا المطاعم، المولات، تجمعوا يعني حتى الاجتماعات العائليه حاولوا تتجنبونها. هل هذا جزء من عمليه اداره الازمه بالتدريج طبعا. أو خلينا نقول بناء الوعي؟ احنا ما ننتظر الأزمة تصير بعدين نبدأ نتحرك. أنا زي ما تفضلت قبل شوي وقلت لك أن الوقاية أهم من العلاج. البرامج لما تدفع ممكن تدفع، خلينا نفرض على سبيل المثال، 1,000,000 في الوقاية، راح تدفع 4,000,000 في أثناء علاجك للأزمة. الوقاية دائما لها عدة أطراف، المجتمع، وسائل الإعلام، الدكاترة وقادة الرأي، هذول أكيد لا شك كل هذول مساهمين في الحد من وقوع الأزمة أو الوقوع في الفخ الكبير. صراحة نتكلم عن مرض قابل للانتشار بسهولة. كيف ممكن نتعامل مع الشائعات في هذا الوقت؟ طرق تعاملنا معها كيف؟ شوف، الشائعة أنا دائما أمثلها بالكائن الحي، يولد، يكبر، يشيخ، يموت. ولكن الفرق بين الشائعة والكائن الحي أن الشائعة ممكن ترجع تعيش مرة ثانية إذا ما قوبلت بشفافية بالمعلومات وما تغذت. في أكثر من معادلة رئيسية في موضوع الشائعات. في معادلة معروفة يقول لك الغموض ضرب الأهمية يساوي شائعة. لو عندي موضوع مهم لكن فيه غموض بتطلع الشائعات طبيعي عندي. وإذا تذكر موضوع الزئبق الأحمر قبل 12 سنة تقريبا، كان موضوع يهم الناس، ممكن دخل اقتصادي، ممكن دخل رافد اقتصادي جيد بالنسبة لهم، لكن ما في معلومات، فبالتالي طور الموضوع ولا كان فيه رد. في خطين دفاع أساسية في موضوع الشائعات، بس ما طول فيه لأنه برضه له خطوات وإجراءات معينة. الخط الأول الدفاعي أنه نفس الجهة، المعلومات أول بأول، الشفافية، الأسلوب في نقل المعلومة، هذا الخط الأول. الخط الثاني اللي هو وعي المجتمع نفسه. عندنا للأسف تطبيق الواتساب هو بيئة خصبة للنقل، لأن أكثر يمكن أكثر تطبيق أو شبكة، ما يعني في ناس كثير ما هم متعلمين يستخدمون الواتساب، في ناس وعيهم محدود ويستخدمون الواتساب. الأسوأ من هذا كله أنه في دكاترة ونخب قاعدين يطيحون في فخ نشر الشائعات من خلال الواتساب. ليسوا أطباء دكاترة ونخب، ليسوا أطباء، دكاترة أكاديميين. أقصد في المجال الأكاديمي. نعم. ينشرون الشائعات عن طريق الواتساب، لأن الآن صار السبق الصحفي مغري حتى الناس العاديين. الآن خلينا نفرض فريق سجل هدف، الكل يغرد تغريدة أنه الفريق الفلاني سجل هدف. إحنا ما عندنا تلفزيونات، صار الاهتمام بالسبق أكثر من أكثر من أهمية المعلومة ودقتها وتوثيق المعلومة. وهذا الصراع الأزلي اللي ما زال صراحة يصب في صالح الإعلام التقليدي. السؤال المهم، هل من الممكن أن تغيب الشفافية لمصلحة أخرى؟ مثلا هي، أنا ما أبغى يعني أثير حالة من الهلع بين الناس، يعني بريطانيا، ألمانيا يمكن وإيطاليا هم مثالين حقيقيين لخلق حالة الهلع لدى خلينا نقول الوعي الجمعي عند الناس. هل يمكن أني أتنازل؟ لا، هم بس شفافيتهم أعلى من المطلوب. احنا نبغى نسأل وش يعني مستوى الشفافية اللي اليوم احنا المفروض نتخذه دائما في مثل هكذا؟ ممتاز. انا لما اغيب الشفافيه على حساب اني ما ابغى اثير الرعب والخوف، هنا بتلقى بيئه خصبه الشائعات بتاخذ راحتها على الاخر، لان لابد اكون شفاف، ولكن ما راح اكون شفاف باسلوب رئيس الوزراء البريطاني. الشفافيه مطلوبه في كل، والمعلومات اول باول مطلوبه في كل الازمات، ولكن الاسلوب، انا ما اقول لك ترى عندنا مرض واسكت،
في ناس بتخاف، طيب ايش المرض هذا؟ طيب يمكن يصيبني، طيب ايش المعلومات؟ ايش اسوي؟ طيب انت اعطى المعلومات هذه باسلوب مبسط يفهمه، باسلوب واضح ما تثير الرعب، ما تثير الهلع فيه، واجراءات وتعليمات 1 2 3 تتبعها وان شاء الله ما راح يكون الا خير. لكن فجأة تصرح انه ممكن تخسر احبابك في اقرب وقت، هذا ما هو اسلوب شفافية، وبالعكس هو قصد فيه الشفافية ولكنه وصل مرحلة إثارة الهلع والخوف. قد يكون هذا يعني هدف من الاهداف لبعض الدول. اذا كان هناك يعني اراء مختلفة بين عدد من المختصين في وقت أزمة معينة، هل الدور الامثل هنا للاعلام هو نقل الرواية الرسمية أم نقل آراء أخرى؟ في لابد نفرق بين الرأي والمعلومة. المعلومة لا، لابد تطلع من الجهات الرسمية زي ما تفضل الدكتور محمد اليوم وقال خذوا الأخبار من المصادر الرسمية فقط. لكن الرأي، أنا مثلا الكوب هذا أبيض، تمام، أنا أقول هذا حقيقة معلومة لون أبيض، لكن أقول لك ما هو عاجبني، هذا رأيي. رأيي أنا الإعلام لا حق يكفر الرأي للجميع، لكن المعلومات لابد أن تأخذ من مصادر رسمية، مثل ما صار معنا في أزمة الدخان. إحنا أخذنا آراء مختلفة وأخذنا الجهات، لكن المعلومات نأخذها من الجهات الرسمية. ما في، لأن لو أخذتها في مكان ثاني الكل الآن يعد نفسه مسؤول ويعد نفسه دكتور وطبيب، وتعرف شبكات التواصل الاجتماعي الآن سهل جدا أن يروج معلومات ما يتأكد من صحتها. أبعود بس للنقطة يمكن تحدثنا عنها قبل شوية، وهي يمكن برضو يعني مقابلة لما يشاع الآن في قضية التعامل مع الفيروس من قبل، أو خلينا نقول نشر آراء أو معلومات معينة من ناس غير مختصة. هل أيضا يعني، وهذا الموضوع يعود مرة أخرى من جديد مع كل أزمة، هل غياب الصحافة المتخصصة اليوم لها دور في عدم وجود محتوى مناسب ملائم يتوائم مع الأزمة؟ كلامك في جزء كبير من الصحة، نعم أنا أتفق معك في غياب للصحفي المتخصص، ولكن حتى مقولة الصحفي المتخصص هذه متشعبة. إذا هو متخصص في أي مجال، إذا في الاقتصاد في أي مجال، في الاقتصاد في الأسهم، في أسعار النفط وغيرها، لكن هذه نقدر نستغلها أو نقدر نتفادى المشكلة هذه بنفس الجهة، بمعنى وزارة الصحة الآن بإمكانها تتعاقد مثلا مع إعلاميين يبسطون المعلومة للجمهور أو للمجتمع. ولنا تجارب الحقيقة في وزارة العدل ووزارة المالية مع صندوق قدموا دورات الإعلاميين يبسطون المصطلحات للناس، فهنا نقدر نسد الفجوة موضوع الإعلامي المتخصص. لكن أنت تعتقد أنه التحدي ليس في قضية فقط الإعلام المتخصص، المعلومة أيضا، وصول المعلومة؟ بالضبط، المعلومة. أنا في النهاية لو ما عندي معلومات أنا كيف أقدر أقدم محتوى للمتلقي؟ فبالتالي غياب المعلومة، أنا لو عندي معلومة في زخم ومادة خام أنا أقدر أشكلها بالطريقة اللي أنا أبغاها، بطريقة تخصصية أكثر، بطريقة تناسب المجتمع الصحي، تناسب أكثر المجتمع الاجتماعي أو الإعلامي أو الاقتصادي وهكذا. لكن غياب المعلومة أنا في النهاية هنا ما صعب أتحرك. شكرا جزيلا لك الأستاذ ماجد الجريوي، عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام جامعة الملك سعود، لكل هذه المعلومات حول دور الإعلام في مثل هكذا أزمات. فاصل ونعود.